أغلب السيدات اليوم بيهتموا بشكلهم ومظهرهم وبيحبوا يواكبوا آخر التطورات بعالم الموضة، وبالأخص أنه قربت الشتوية وصيحات الموضة بلشت تظهر وانتشارها صار كبير، وصار لازم نعرف شو أهم الألوان والقصات يلي رح تجذب اهتمامنا واهتمام السيدات بشكل عام. لهيك انضمت لنا مصممة الأزياء رشا البارودي لنحكي أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباح فيك. صباح الخير رشا، أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه صيحات الموضة كتير عم تاخد صدى حول العالم وعم تعطي دور الأزياء التشكيلة تبع 2021-2022 للخريف والشتاء. كيف شايفة الخط العريض للموضة؟ هلأ موضة هالسنة يعني في اختلاف بسيط عن السنة الماضية. إذا بتصدق أكتر شيء الفرو كتير أخد يعني موضة كبيرة، خاصة اللبس الفرو كله يلي هو الجاكيت مع البنطلون مع ممكن الفيست. هلأ الفرو نمبر ون، وكمان بالزادة للأقمشة الكشمير اللي هو كمان دارج، اللي يكون عليه خطوط مثلا شوي فيها لمع على ذهبي على فضي. فالموضة كتير مغيرة عن هذيك السنة. كيف كانت السنة الماضية؟ هلا السنة الماضية ما كان فيها الفرو الدارج غير ممكن على الجاكيت، ممكن على الفيزونات او شيء. هلا الفرو دارج بكله، يعني حتى الجرابات حتى كل شيء بيكون. يعني هذا الموضوع غير مبشر بالخير، لانه الفرو بنعرف نحن اسعاره كثير غالية. ايه رخيص كثير عندنا بالفرو، بس هيك الموضة. بالعكس ممكن يكون حلو، بس نصيحة دائما بتلبسها الوحدة تكون كثير نحيفة، لانه الفرو اكيد بيعطي نصاحة شوي. تمام بيسمن، وهذا الشيء لازم تنتبه له الصبايا حتى يعني النحيفة وقت بتلبسه بيعطيها ضخامة وشكل كبير عن الشيء المألوف. خلينا ننتقل للقماش، المخمل، الكتان، القصص اللي هي شوي للسبور شيك، الجواكيت، كيف رح تكون الأقمشة وحتى الألوان؟ هلأ الألوان أكتر شيء الموف والأخضر. الموف والأخضر الموف كتير دارج. وبالنسبة للألوان كمان عندك الزراء اللي قالب على نيلي، وعندك المشتقات الرمادي كلها، بس أنا بلاقي يمكن الموف رقم واحد هو هالسنة من كل ألوانه من كل متدرجاته. والمخامل، المخامل دارجة، والكشمير كتير هالسنة، خاصة الكشمير اللي جاي على كارو دارج، والتويد ماشي التويد كمان دارج هالسنة. تمام رح نبدأ نشوف مع المشاهدين بعض الصور على الشاشة ونعلق عليهم معك رشا. يعني بلشنا بالأبيض اللي هو يمكن دارج كمان للشتاء. غريب نشوف أبيض بالشتاء، نحن متعودين إنه الأبيض للصيف الألوان الفاتحة، هاي الألوان كمان اللي ذكرتيها. لو نعلق على هالصور. تمام. هلأ الأبيض أنا بلاقيه حلو بالشتاء، بس مو كل العالم ترغب تلبسه. بتقلك أنا ما حألبس أبيض لأنه بلاقيه لون صيفي، لا بالعكس، حتى كتير في جلد بيكون أبيض وبيعطي جمالية كتير حلوة. وهلأ الأبيض اللي عم شوفه هلأ حاليا، خاصة إذا كان فساتين القصيرة، هلأ كمان الموضة البوتس العالي اللي فوق الركبة بأنواعه، يعني حتى إذا بقول لك الفرو كمان داخل منه، إنه حتى بيلبسوا للجزمة بيلبسوا فرو فيها مشان يعطوها جمالية أكتر يمشوا على الموضة. بس أكيد الأبيض أكيد أنا يعني معك بهالموضوع، إن بالموضوع ولا إنه نختاره بشكل صحيح 100%. إيه تماما. خلينا كمان نعلق على الأشياء اللي عم نشوفها بالقمصان يلي هلأ عم تمرق معنا. الجينزات نشوف نحن الفاتح من بعد عنه مبلش بالغامق، هاي الأخضر الموف مثل ما قلتي، يعني نشوف موف وأخضر شوي غريب إنه نلبس القميص فوق الجاكيت. هلأ البنطلونات كثير هلأ كمان المطبعة كثير موضة، اللي عليها او تطشات او اللي كمان هاي اللي عم نشوفها هلا اللي لها فتحات كثير كمان موضه بعد ما يعني هي ما بتبطل يمكن ولا سنه. الالوان الموف هلا هون شايفين كمان الموف الفاتح، يعني مشتقات الموف في اول سنه بتلاقيها كثير دارجه. وبالنسبه للجواكيت اللي عم تحكي فيها حضرتك انه هذا جاكيت المبطن كثير موضه المبطنين، وكثير الجواكيت الطويله اللي بلبس مع الفساتين الطويله كمان موضه، وكمان يكون قماشتها كمان كشمير اكيد. تمام. طيب إذا في شغلات من السنة الماضية ولساتها مكملة لل 2021-2022، شو بتنصحي الصبية بتقلها خلص هذا لا تستغني عنه، خليه لساته مكمل معنا، وفي شغلات ممكن تعيد تدويرها أو تحط لها لمسات تصير على الموضة؟ هلا إذا بقول لك الفيستات كثير دارجة وبعدها دارجة وما بتبطل مع الفساتين الطويلة، إن كان فيست قصير وإن كان فيست طويل، بعتقد هذا ما بينشال من الخزانة ومثل ما قلت ممكن يعاد تدويره. وهي نفس الوقت كمان دارج ضمن الموضة اللي هو يكون فيست مبطن. حتى في شغلات موضة هالسنة اللي استغربت منها إنه السكارفز كثير موضة والقبعات عم يحطون هلا هالسنة،
ما بعرف شو اللي خطر ببالهم. وشغله ثانيه الحلوه عم نشوف بالشوز انه الجرابات عم تلبس مع الصندلات المفتوحه احيانا، مو شرط انه يكون مسكر. يعني نحن كنا نستغرب انه حدا لابس جرابات مع شيء مفتوح. ايه؟ عم تقولي لا هالسنه موضه. هالموضه ايه هلا هالسنه والله كورونا قلبت كل الموازين. ابدا هالسنه دارجه مليون بالميه، يعني كل شيء الصندال هلا عم يلبسوا معه جرابات وما عاد فرقت معهم بيلبسوها تماما. حتى عم نشوف القمايش الصوف القريبه للبيجامات، هي عم نشوفها صارت تقومه بين انه بنطلون وسيع مع جاكيت طويله، يعني ممكن نحن نشوفها نستغربها انه لا مبينه بيجاما ولا هي خرج طلعه او خرج سهره او قاعده. خبرينا عنهم اكثر هدول القمايش. هدول بعدهم دارجين، واذا بقول لك انه دارج الحرير رغم انه الدنيا شتاء، الدنيا شتاء ساعات الحرير دارج. حتى من اسبوعين كان في معرض بفرنسا حكوا عن نفس الشيء وحكوا عن الجواكيت مثل اللي عم تقولي حضرتك، البدلات الرياضه الفلو بس القطن الناعم تماما وكمان طويله بتكون، حتى ممكن تكون الووتر بروف كمان. يعني لهلا دارجين ما تغير شيء، يعني نلبسهم وما نخاف، يعني مو بيجامات لا انا يعني صحيح بقولوا برد انه انا ما حلبس حرير، حتى التنانير اللي مكسره الحرير هذول كلهم لساتهم وبعضهم يعني صحيح ما شرقيقه بس انه اوكي ساتهم. انا صرت احس انه ما عاد في قماش للصيف وقماش للشتاء ابدا عن جد، يعني صرنا نشوف مخمل بالصيف، صرنا نشوف حتى بعض الكتان السميك بالصيف، صرنا نشوف حرير وقمايش كتير خفيفة بالشتاء. طيب كمان صرنا نشوف أسابيع الموضة هلأ يمكن وقتها ميلانو وعم نشوف من فترة باريس، وكمان دور أزياء عم تتعاون مع بعضها على نفس الموديل لحتى تعرض. إذا أسقطنا هذا الشيء على تطبيق الموضة ببلادنا، نحن كيف بدنا ندمج قطع يمكن شوي بعيدة عن بعضها؟ هلأ اللي حكيتي بستغرب إنه أشوفه ببلادنا عم يتطبق صراحة، هو موضة عالمية أوكي، بس إنه نحن نشوف حدا لابس هيك صعب شوي. شو الأخطاء اللي بنقع فيها؟ هلأ شوي الدنيا تطورت، يعني بدك شوي ما تستغرب، ممكن العالم تلبس هيك بس أكيد نسبة كتير قليلة. الأخطاء إنه الجسم بيلعب دور، مو أنا مثلاً كون صحتي كتير منيحة وألبس كمان شغلات الفلو أو الجواكيتات الطويلة، أو كون مثلاً ما عندي طول زيادة ألبس كمان هالجواكيت اللي عم نحكي عليها الطويلة بس لأنه موضة. تماماً ما فيني أنا أمشي لأنه موضة يلا بدي ألبس وأمشي، لا أنا بجوز في شغلات ما بتلبق لي، حتى ألوان بجوز ما تلبق لي، فهون ممكن العالم تمشي شوي إنه يكون على الموضة وهيك بس بالنسبة كتير قليلة للأسف. تمام. إيه. تماماً يعني الموضة حلوة تكون بطريقة صحيحة تكون لابقة لإلنا، وكمان إذا شفنا بعض الأشخاص مثل ما قال ورد ما بنقدر نشوفهم لا خلينا نشوفهم وما ننتقدهم وما نبلش نستلمهم، بالنهاية موضة. يعني أكيد مو أنا صممت ولا تمام. أنا هلا أنت وأنا يا نور ما بننتقد لأنه بنعرف كل حدا حر بحاله، بس أنا بعرف في عندك الشعب المتنمر بعرف شو بيحكوا بس حلو الواحد يمشي على الموضة إذا بتلبق له الوحدة طبعا لازم لو أهد. إيه أكيد 100% يعني بنشكرك لوجودك معنا لليوم. شكرا صباحك. أهلا صباح الخير. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي.